الرئيس السيسي يجري اليوم مباحثات مع ولي العهد السعودي بالقاهرة. دي ميستورا يؤكد مشاركته في محادثات أستانا القادمة حول الأزمة السورية. ماكرون يعلن إغلاق مفاعلين بمحطة للطاقة النووية بحلول 2020. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت غرينتش، جولة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. بداية هذه الجولة مع زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة. نبدأ بهذا النبأ العاجل، حيث قال بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن السيد الرئيس يؤكد خلال لقائه بالأمير محمد بن سلمان عمق ومتانة التحالف الاستراتيجي الراسخ بين مصر والسعودية، وإن أمن واستقرار المملكة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. إذن نبدأ بهذا النبأ الذي ورد إلينا مع بداية هذه الجولة، حيث ذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي إن السيد الرئيس يؤكد خلال لقائه بالأمير محمد بن سلمان عمق ومتانة التحالف الاستراتيجي الراسخ بين مصر والسعودية، وإن أمن واستقرار المملكة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. ومع أول الأخبار لدينا، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في مطار القاهرة. أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض. احتشد العشرات من المواطنين بميدان التحرير والشوارع المحيطة به تزامنا مع مرور موكب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. رفع المواطنون أعلام مصر والسعودية ولافتات للترحيب بولي العهد السعودي وبزيارته لبلده الثاني مصر. رددوا هتافات تعبر عن مدى العلاقة الوطيدة بين الشعبين المصري والسعودي. نشرت وزارة الخارجية السعودية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقولات لولي العهد السعودي خلال لقاء تلفزيوني في مايو 2017، حيث قال إن العلاقة السعودية المصرية علاقة قوية وصلبة في أعمق جذور العلاقات بين الدول. أضاف إن مصر لم تتأخر عن السعودية، وأن السعودية لن تتأخر هي الأخرى عن مصر. We'll be right back.
صرح السفير السعودي بالقاهرة أسامة بن أحمد بأن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لمصر تعد هي الثانية له خلال عام واحد. أضاف أيضا أن الزيارة تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وحجم التعاون القائم بينهما، إضافة إلى حجم التنسيق والتشاور المتبادل في مواجهة التحديات المشتركة. علاقات قوية وراسخة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، تلك التي تربط مصر بالسعودية والتي شهدت تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة، ترجم في تعزيز التعاون على المستويات كافة. المزيد في هذا التقرير. تكتسب العلاقات المصرية السعودية خصوصية كبيرة على المستويات كافة، بدأت منذ توقيع معاهدة الصداقة عام 1926 والتي عززتها اتفاقية الدفاع المشترك عام 1955، ومنذ ذلك التاريخ استمرت العلاقات السعودية المصرية في تكوين عمق استراتيجي مهم وحيوي للعالمين العربي والإسلامي. ومن أبرز أوجه التعاون السياسي والأمني بين مصر والسعودية ما جاء في إعلان القاهرة عام 2017، حيث تعهد البلدان بالعمل سويا لمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما وتجفيف منابع تمويلهما واتخاذ موقف موحد ضد خطاب الكراهية والعنف. وكانت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأمريكية الإسلامية بالرياض وافتتاحه المركز العالمي لمكافحة التطرف إلى جانب العاهل السعودي والرئيس الأمريكي مؤشرا على الشراكة القوية في هذا المجال. كما تؤكد الزيارات المتبادلة بين القيادات المصرية والسعودية عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، فخلال الأعوام الثلاثة الماضية زار الرئيس السيسي الرياض 4 مرات، كما استقبلت القاهرة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز عام 2016 وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مارس 2018. وعلى مستوى التعاون العسكري بين القاهرة والرياض فقد اتسمت بتطور كبير في المرحلة الأخيرة، الأمر الذي تجسد في العديد من المناورات العسكرية المشتركة، ونرصد منها مناورة درع العرب واحد في قاعدة محمد نجيب العسكرية، والتدريب البحري المشترك استجابة النسر 2018 في نطاق المياه الإقليمية للبحر الأحمر، وأخيرا التدريب التكتيكي درع الخليج واحد في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تفاعلا ونموا مستمرا تضاعف عدة مرات من خلال المشروعات الاستثمارية الضخمة بين البلدين. وفي مارس 2018 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توقيع اتفاقيات لضخ استثمارات سعودية في مصر بقيمة 16 مليار دولار وإنشاء صندوق استثماري مصري سعودي. وفي أبريل من عام 2016 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز توقيع اتفاقيات لضخ استثمارات سعودية في العديد من القطاعات التنموية بقيمة 25 مليار دولار، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية نحو 6.3 مليار دولار. أما عن الاستثمارات السعودية فقد وصل حجمها بحسب بيانات لوزارة الاستثمار إلى 27 مليار دولار، تتصدر بها قائمة الدول العربية المستثمرة في مصر. ومن أبرز المشروعات السعودية دعم تنفيذ محور التنمية في شبه جزيرة سيناء من أجل خدمة التجمعات السكنية الجديدة في شرق قناة السويس وإنشاء جامعة الملك سلمان ودعم مشروع الطاقة في مصر.
كشف وزير الكهرباء محمد شاكر عن التعاون مع إحدى الشركات السعودية الكبرى لإنشاء محطة للطاقة الكهربائية بقدرة 2250 ميجا وات بتكلفة ملياري دولار، مشيرا إلى أنه خلال العامين الماضيين تم إنشاء 4 محطات جهد فائق. من جهته قال عبد الحميد أبو موسى رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي إنه تم تشكيل عدة لجان مصرية سعودية لدعم التعاون. في مجموعة من الشركات السعودية داخلة من ضمن المستثمرين في منطقة بنبان. منطقة بنبان احنا مقسمينها إلى قطع، كل قطعة حوالي 50 ميجا وات أو لغاية منها حتى توصل ل 20 ميجا وات ولا حاجة. ففي بعض الشركات أخذ هذا الأمر، لكن اللي أقدر أقول لحضرتك عليه إن احنا مع أحد الشركات السعودية الكبرى، وأنا مش عاوز أذكر أسامي يعني، لسه موقعين من فترة قليلة من الزمن اللي هي اتفاقية شراء الطاقة على إنه يقدر يبني محطة قدرتها تصل إلى 2250 ميجا. المحطة دي تتبنى في الأقصر، لأن برضو أحد اهتماماتنا الشديدة جدا إن احنا نقوي الشبكات في الصعيد، لأنه صور سيادتك من أول أسيوط لغاية أسوان ما فيش ولا محطة توليد، كلها محطات محولات. احنا عاوزين نحط محطات توليد في هذا المجال عشان قدر ترفع من مستوى الخدمة. هذه الزيارة تعبر عن الإصرار على دعم هذه العلاقات التاريخية المتجذرة، سواء كانوا تنميتها من حيث الاستثمارات بين البلدين الشقيقين. المستثمرين السعوديين في مصر متحفزين جدا لشهيتهم للاستثمار في بلدهم الثاني مصر، جمهورية مصر العربية. احنا بنسعى الى تذليل، نستغل هذه الزيارات الى تذليل المعوقات والاشكالات ان وجدت في بعض القضايا الاستثمارية، وبنلاقي حقيقة التعاون الكامل من الجهات الحكومية سواء كان في الجانب المصري او في الجانب السعودي. ونسعى ونعمل بإذن الله إنها، لأنه أحد محاورنا في رؤية المملكة 2030 الخطط الاستراتيجية بتقديم وإحنا نفتح الاستثمارات الخارجية أكثر، عدم الاعتماد على النفط كاقتصاد، نجحنا في ذلك الحمد لله في بلاده، وعندنا خطط برامج مفتوحة إلى 2020 وإلى 2030 اللي هي رؤية المملكة الجديدة. لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم وفورا. لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيا من كان، لن ينجو. كل مشاريعنا ماشية، الإصلاح ماشي، حربنا على التطرف ماشية، حربنا على الإرهاب ماشية، تطوير المملكة العربية السعودية ماشية، مهما حاولوا بكبح جهودنا لن نتوقف. كل عناصر نجاح موجودة لخلق شيء عظيم وكبير داخل المملكة العربية السعودية. شارك مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك السفير محمد إدريس في جلسة لمجلس الأمن حول تعزيز عمليات حفظ السلام بالقارة الإفريقية. أوضح إدريس خلال الجلسة التحديات غير المسبوقة التي تواجه عمليات حفظ السلام في إفريقيا الفترة الحالية، مؤكدا التزام مصر بتعزيز عمليات حفظ السلام في القارة. شدد السفير على أهمية إعطاء الأولوية للحلول السياسية وبذل الجهود وتوفير المزيد من الموارد لبناء السلام.
تتواصل عمليات التصويت في جولة الإعادة للانتخابات النيابية البحرينية بالخارج. هذا وقد قال السفير البحريني لدى مصر الشيخ راشد بن عبد الرحمن في تصريحات لإكسترا نيوز إن الجولة الأولى للانتخابات النيابية والبلدية شهدت إقبالا غير مسبوق، مضيفا أن العملية الانتخابية تسير وبسلاسة ولا توجد أي مشاكل تعيق التصويت عليها. يعني الانتخابات بالبحرين في الجولة الأولى شهدت أرقام غير مسبوقة وحضور متميز من البحرينيين، فيعني كل التهاني وتبريكات القيادة الرشيدة وإلى شعب البحرين الذي يعني أكد بحضوره يعني وتأكيد صوته يعني مشاركته في الحياة النيابية والمرحلة الجديدة السياسية إن شاء الله في مملكة البحرين. مثل ما تفضلت أيضا اليوم تجرى الانتخابات لإعادة في سفارات مملكة البحرين في الخارج، ويعني افتتحنا الأبواب من الساعة 8 صباحا والحمد لله الحضور يعني في تزايد، ويعني الكل أشوف الكل متشجع والكل رغبان أنه يدلي بصوته ويأكد حق الدستوري بالانتخاب وترشيح من يرونه مناسب، وإن شاء الله يعني الأمور كلها تمشي بالطريق الصحيح. ويعني يوم السبت القادم ستشهد مملكة البحرين آخر مرحلة من مراحل الانتخاب وتشكيل المجلس، وحنعرف من الفائز في النهاية إن شاء الله. للمزيد من المتابعة ننتقل الآن إلى مراسلي إكسترا نيوز الزميل أحمد رجب في مقر السفارة البحرينية بالقاهرة. إذن أحمد، الأنباء تتحدث وكما أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي الخليفة بأن الانتخابات النيابية والبلدية تشهد إقبالا، وكذلك نسبة المشاركة للنيابية بلغت ما يقرب من 67% و70% للانتخابات البلدية. يعني هناك إشارات إلى أن العملية والحراك السياسي في الشارع البحريني شهد تطورا وشهد تزايدا في الوعي. ما هي الأخبار أيضا في الأجواء المحيطة بهذه الأحداث في السفارة البحرينية لديك؟ لك تحياتي ريهام والأستاذ المشاهدين. كما ذكرتي بل أكثر من ذلك، هذه الانتخابات في عام 2008 النيابية والانتخابات البلدية قد شهدت إقبالا أكبر من أي انتخابات أخرى منذ بداية الانتخابات في البحرين في عام 2002. هذه الانتخابات الأكثر مشاركة من المرشحين والأكثر مشاركة أيضا من الناخبين. يبدو أن الإصلاحات التي يقوم بها جلالة الملك في البحرين قد جعلت الناخبين والشعب البحريني يقبل بشكل كبير على الانتخابات، كما رصدنا هناك في البحرين ورصدت كاميرا إكسترا نيوز هذا الإقبال الخاص بهذه الانتخابات من الكبار والصغار والشباب والسيدات. ولكن دعيني أقول لك أن الشباب والسيدات هم الأبطال في هذه الانتخابات، حيث كان إقبالهم كبير في هذه الانتخابات، خصوصا إذا قلنا أن أكثر من 60% أو 60% تقريبا من البحرينيين هم من فئة الشباب. دعيني أتحدث عن هنا في القاهرة وسفارة البحرين في القاهرة والتفاصيل أكثر عن ما يتم الآن في الانتخابات النيابية والبلدية في جولة الإعادة مع السيد فيصل فهد قنصل البحرين بالقاهرة. تحياتي لحضرتك يا فندم، نتمنى لك التوفيق دائما. عرس انتخابي كبير تشهده البحرين وفرحة من البحرينيين وإقبال كبير وضخم من البحرينيين، 67% في الانتخابات النيابية و70% في الانتخابات البلدية. كيف هي الأجواء هنا في القاهرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية حاب أهني سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظ الله ورعاه، وسيدي ولي عهد الأمين، وسيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر تحقيق هذا نجاح العرس الديمقراطي. اليوم الحمد لله الكل لب الواجب، وشفنا تصويت عدد الناخبين اللي قاو عدد كبير جدا ولله الحمد، ولسه العدد في ازدياد، وهذا يدل على حرص المواطنين على النجاح العرس الديمقراطي، ونتمنى الجميع للتوفيق إن شاء الله. سيد فيصل، هل من الممكن أن نقول أن هناك وعي زائد ورغبة كبيرة من المواطنين البحرينيين في المشاركة في هذا العرس الانتخابي، وخصوصا من فئة الشباب وأيضا من المرأة البحرينية التي تشارك في هذه الانتخابات بما يقرب من 48 تقريبا من سيدة مشاركة في كمرشحة في هذه الانتخابات؟ الحمد لله رب العالمين، احنا شفنا يعني عدد الناخبين
واللي يجونا من يعني الشباب ومن الحريم ومن رجال من كبار السن من مختلف الفئات، يعني الكل حرص على ان هم يجون يلبون الواجب، يلبون نداء التصويت، واحنا نشكرهم ونتمنى التوفيق حق المرشحين ان شاء الله. الله يوفق الجميع ان شاء الله. الرسالة التي تريد ان توصلها المملكة لشعب البحرين ولخارج شعب البحرين شعوب البلدان العربية والعالم اجمع من خلال هذه الانتخابات وخصوصا بشعارها نلبي الواجب؟ والله يعني مثل ما شاهدت وانا يعني يعجز الكلام والوصف، احنا شفنا نسبة عدد المشاركين، هذه بحد ذاته نجاح العرس الانتخابي. الله يسلمك. اشكرك جزيل الشكر سيد فيصل فهد قنصل البحرين في القاهرة، شكرا جزيلا واتمنى لكم التوفيق دائما. شكرا الف شكر. اذا يعني ريهام كما ذكر السيد فيصل فهد قنصل البحرين، الاقبال كبير على صناديق الانتخاب هنا في السفارة وايضا قبل ذلك في الانتخابات في مرحلتها الاولى قبل الاعادة، حيث كان هناك 3600 بحريني خارج البحرين في السفارات في 29 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية قد أدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات وفي هذا العرس الانتخابي الكبير الذي تشهده البحرين، وهو يعتبر الأول من نوعه في هذه الانتخابات التي بدأت منذ عام 2002، وهذه هي الدورة الخامسة لهذه الانتخابات كما ذكرت لك، الأكثر في المرشحين الأكثر في أعداد الناخبين أيضا. أربع محافظات تشهد هذه الانتخابات: المحافظة الشمالية، المحافظة الجنوبية، محافظة العاصمة، وأيضا محافظة المحرق. من خلال 40 دائرة انتخابية فاز فيها 16 مرشحا خلال الجولة الأولى، وتبقى ما يقرب من 24 تقريبا 24 إن كانت حساباتي صحيحة 24 لجنة انتخابية أخرى تتم فيها هذه الإعادة في هذا اليوم في الخارج في السفارات الخاصة بالبحرين في الخارج، وعلى أن يكون الإعادة في داخل البحرين يوم السبت القادم بإذن الله. شكرا جزيلا لك وعودة إليك مرة أخرى في الأسبوع. شكرا أحمد رجاب وشكرا لضيفك الكريم. إلى لبنان، حيث قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن حل الأزمة المتعلقة بالتمثيل الوزاري للنواب السنة الموالين لتيار 8 من آذار بيد الرئيس ميشيل عون. أوضح بري في تصريحات صحفية أن حزب الله والنواب الستة الموالين له لن يتراجعوا عن مطلب الحصول على حقيبة وزارية، وهو الأمر الذي يرفضه رئيس الوزراء سعد الحريري. أضاف بري أن الأزمة المستمرة منذ 6 أشهر ما زالت بعيدة عن الحل حتى الآن. أعلنت قوات التحالف العربي في اليمن البدء في إجراءات إعادة 15 طفلا جندتهم ميليشيات الحوثي كمقاتلين. أكد التحالف العربي نجاح قواته في حماية أكثر من 100 طفل من الموت قبل الزج بهم في الحروب، موضحا أن ميليشيات الحوثي مستمرة في تجنيد الأطفال وفي تعريضهم للهلاك. تمكنت قوات الجيش السوري من إحباط محاولات تسلل للإرهابيين باتجاه النقاط العسكرية في ريف حما الشمالي. أفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن وحدات الجيش تمكنت من تكبيد الجماعات الإرهابية للأعداد من القتلى والجرحى ودمرت تحصيناتهم في عمليات مركزة على محاور تحركهم. أعلنت الخارجية الكازاخية أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا سيشارك في لقاء أستانا الذي تستضيفه العاصمة الكازاخية غدا، كما أكد مكتب المبعوث الأممي مشاركة دي ميستورا، لافتا إلى أنه سيترأس اجتماعا مع مسؤولين كبار من روسيا وتركيا وإيران بصفتهم الدول الداعية لاجتماع سوتشي 2018. هذا ويهدف لقاء أستانا للتركيز على اللجنة الدستورية لسوريا والوضع الميداني في الأراضي السورية خاصة في إدلب، كما سيتطرق إلى تنفيذ اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاتفاق مع فرنسا على ضرورة مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا وضرورة تفعيل عمل اللجنة الدستورية. لافروف قال إنه يوجد تطابق في وجهات النظر بين موسكو وباريس حول ضرورة تطبيق القرار الدولي 2254 بشأن سوريا. تحدثنا أيضا عن الموضوعات في شمال أفريقيا من أجل وضع حل، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل إيجاد حل سياسي للوضع في سوريا. يجب أيضا تفعيل عمل اللجنة الدستورية، هذه اللجنة الدستورية التي تم البت بها في سوتشي في شهر يناير كانون الثاني، ويجب أيضا تطوير وزيادة الاتصالات التي تم تدشينها في إسطنبول في 28 من تشرين الأول أكتوبر بمشاركة قادة تركيا وفرنسا وروسيا وألمانيا، وهذا في إطار مصلحتنا المشتركة. هذا سيكون جيدا في أقرب الآجال. إن القرار الأممي رقم 22 و54 يجب أن يطبق. هناك أيضا وصول المساعدات الإنسانية وإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان. المزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن هاتفيا من طرطوس الدكتور سومر صالح الباحث في القضايا الجيوسياسية. دكتور سومر، اليوم نتحدث عن مشاركة لديمستورا، يعني هل سيكون هناك بصفة مراقب لوفد أممي برئاسة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا استيفان ديمستورا عدد من أيضا الباحثين في هذا الشأن، الأطراف التي تشارك في إيجاد حل للأزمة الحالية للخروج بحل سياسي؟ نعم، على بداية سياق أتيتانا هو سياق للمسار العسكري وليس للمسار السياسي، علينا أن نفهم هذه النقطة ونركز عليها. السيد المستورة موجود في هذه سياق أتيتانا اليوم، وكما يقال وإنشاء في الوقت الأمم المتحدة أنه تم تمديد له حتى نهاية هذا العام، أي أنه تم تمديد له شهر إضافي. الوجود بمستورة مرتبط بما يسمى لجنة مناقشة الدستور الحالي وليس مرتبط بالمسار العسكري بشكل عام، لأن هنالك على ما يبدو ضغطا دوليا باتجاه إنجاز تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا. اللجنة الدستورية في سوريا عليها خلاف، يعني اليوم في أبين الشهر الأول عام 2018 أقر مبدأ تشكيل لجنة دستورية، ولكن تعمقت الخلافات آنذاك بين كم عدد أعضاء هذه اللجنة، آلية العمل هذه اللجنة، تبعية هذه اللجنة، صلاحيات هذه اللجنة لم يبت بها. ولكن بعد القمعة التاسعة بعد القمعة الثلاثية في طهران بصيغة أتيتانا تم تسليم ما يسمى وفد الجمهورية العربية السورية للجزء الخاص بهم وهو 50، ولكن تعقد الموضوع أكثر لأن ديمستورا طلب تشكيل ثلث هذه اللجنة، وبالتالي هذا الموضوع هو خارج صلاحيات السيد ديمستورا وخارج تفويض مجلس الأمن. طيب كيف سيتم هذا الموضوع الذي تتحدث عنه الآن؟ كما ذكرت أن هذا الموضوع خارج صلاحيات ديمستورا. ديمستورا كان قد أعلن في 17 من نوفمبر أنه سيتنحى عن منصبه كمبعوث أممي إلى سوريا نهاية نفس الشهر، ومدير قسم آسيا وإفريقيا بوزارة الخارجية الكازاخستانية كما ذكرت الأنباء الروسية قال للصحفيين أنه فعلا سيقوم بالحضور ولكن بصفة مراقب وفد أممي. ماذا يعني هذا الكلام يعني؟ أسمع، يعني بشكل أساسي اليوم ديمستورا هو خارج سياق اللعبة، لأن تم استبداله بجيم بيدلسون الممثل الجديد للأمم المتحدة في سوريا. ولكن كما قلت لك وجود ديمستورا مرتبط حصرا بموضوع تشكيل اللجنة الدستورية في سهل، لأنه عام أن هنالك في هذه الجولة من المحادثات سيتم بحث هذه القضية بشكل مفصل. ولكن سنكون واضحين في صيغة أتيتانا 10 في الاجتماع الآسف 11 هنالك حدث علينا أن نركز عليه في وسائل الإعلام، أن الجولة 10 كانت في سوتشي والجولة 11 عادت إلى كازاخستان إلى أتيتانا. ما الذي جرى؟ الذي جرى أن هنالك كان محاولة لدمج سياق سوتشي وأتيتانا بمسار جديد وعبر عنه في الجولة 10 بمدينة سوتشي، ولكن اليوم نتيجة الضغوطات
الخاصه باللجنه الدستوريه تم العوده الى صيغه اتيتانا، صيغه اتيتانا الثلاثيه في كازاخستان، لذلك العنوان الرئيسي لليوم هذه الجولات التي ستعقد غدا وبعد غد هو امرين اساسيين. الامر الاول هو تثبيت صيغه اتيتانا، هنالك من يحاول وهو اردوغان بشكل مباشر تغيير صيغه اتيتانا الثلاثيه لتصبح صيغه اتيتانا على الاقل خماسيه، بمعنى اضافه فرنسا والمانيا اليها، وهذا امر تغيير خطير لن ترضى به لا روسيا ولن ترضى به ايران بطبيعه الحال، لذلك اليوم العنوان العريض الذي هي اجتماع اتيتانا 10 هو تثبيت صيغه اتيتانا، البحث بشكل جدي ونهائي وحاسم بموضوع اتفاق تركي الثنائي الخاص بمنطقه منزوعه السلاح في ادلب، النقطه الثالثه وهو اللجنه الدستوريه، ولكن الاجواء الدوليه هي اجواء غير صافيه، هي اجواء متوتره، هي اجواء مشكوره، سواء بين التركي والروسي او بين الروسي وبين الامريكي او بين الاطراف بشكل عام. لماذا يؤكد ديمستورا ان هذا الاجتماع سيسهم في تسريع التوصل لنتيجه ملموسه على مسار تشكيل اللجنه الدستوريه؟ يعني من اين هذه الثقه بان الامل في هذا الاجتماع؟ على ماذا يستند ديمستورا في هذا الحديث؟ يستند على المخرجين الاساسيين وهو القمه الثلاثيه لصيغه اتيتانا في طهران التي عقدت ب 7/9 والتي اقرت بشكل نهائي الانتقاد لتشكيل لجنه مناقشه الدستور، الاجتماع الثاني وهو اللجنه الرباعيه او الصيغه الرباعيه مؤتمر انقره الذي عقد بين فرنسا والمانيا وتركيا وروسيا، ايضا اقر موضوع تشكيل اللجنه الدستوريه قبل نهايه هذا العام، اي ان هنالك مؤتمرين دوليين دعيا بشكل مباشر الى انجاز اللجنه مناقشه الدستور الحالي قبل انتهاء هذا العام، وبالتالي من هنا الاجواء متفائله قليلا بموضوع اللجنه الدستوريه، حتى نوضح لماذا تاخرت اللجنه الدستوريه، الجمهوريه العربيه السوريه سلمت الاسماء الخمسين، ايضا هنالك وفد الرياض سلم اسماء الخمسين، كما قلت لك نقطه الخلاف الاساسيه هي على ما يسمى بين قوسين المجتمع المدني الذي يريد بصورة تشكيله بشكل منفرد مع الأمم المتحدة وهو ما ترفضه إيران وسوريا وروسيا بشكل قاطع، أي أن اللجنة يجب أن تكون محصورة وفد من المعارضة وفد من الحكومة السورية، الوفد الثالث الذي يريد الأمم المتحدة إقحامه في لجنة مناقشة الدستور هو من يعطل حتى هذه اللحظة تشكيل اللجنة الدستورية، أما من جهة الجمهورية العربية السورية فقد سلمت الأسماء منذ قرابة الشهرين، ويقال أن وفد الرياض أيضا منذ 3 أيام أقر 50 اسم، إذا كما قلنا أن اليوم المشكلة كلها هو في شخصية السيد ديمستورا الذي أراد اللعب على مقررات مؤتمر الحوار الوطني للشعب السوري في مدينة سوتشي في بداية العام الحالي، عندما أقر ما يسمى تشكيل الثلث ما يسمى الثلث النزيه أو ما يسمى المجتمع المدني، وهو ما تم رفضه رفضا قاطعا كما قلت لك من قبل سوريا وإيران وروسيا. شكرا لك دكتور سومر صالح الباحث في القضايا الجيوسياسية. لا حدود للفن، هكذا نجح فنانون سوريون في تخطي الصعاب لنشر فنهم في أوروبا، تحديدا في العاصمة الألمانية برلين، حيث تعقد فعاليات معرض ألوان سورية يضم مجموعة من اللوحات المرسومة بالزيت والتي تقارن بين الحضارة التي قامت على الأراضي السورية وبين المشهد الحالي الذي تعيشه سوريا. الفن هو مرآة الشعوب وانعكاس لما تمر به من لحظات انتصار وانكسار، الأمر الذي جسدته لوحات مجموعة من الفنانين السوريين بعد أن وجدت طريقها للعرض في العاصمة الألمانية برلين. بسبب الظروف اللي عم تمر فيها سوريا للأسف الحالية والفن بشكل عام، نحن حاولنا بطريقة أو ما نساعد أو نخلق جسر صغير لحتى نعرض عمل الفنانين المقيمين في الداخل، نعرض الفن تبعهم، نعرض الإبداع تبعهم في العاصمة الألمانية برلين. 17 لوحة نجحت رابطة التراث الثقافي المعنية بدعم الفنانين السوريين في نقلها من مدينة السويداء إلى أوروبا في ظل عدم وجود منصات لعرضها داخل سوريا. بالتأكيد في صعوبة طبعا بالمعيشة، كون سوريا عم تعيش ظروف حرب 7 سنين 8 سنين، بالتأكيد في صعوبة على الفنان وغير الفنان بالمجمل العام، صعوبة على الشعب السوري ككل، اوكي، لكن مثل ما شايفين الناس عم تقدر تشتغل، عم تقدر تساهم، بعد في حياة، وعم نحاول نحن نبني علاقات جديدة وعم نرجع لأي القطاع الثقافي يشتغل بالمنطقة، ومش مقتصر فقط على سويدا شغلنا، عم نشتغل بالمناطق السورية بداية من المنطقة الجنوبية
إلى أوروبا للوصول إلى أوروبا يعني. ورغم الظروف السيئة التي تمر بها سوريا بسبب الحرب، لم يفقد هؤلاء الفنانون الأمل في تصدير أعمالهم الفنية التي عكست على ما يبدو وجوها كساها الحزن قلقا على تاريخ سوريا ومستقبلها. الفن هو عبارة عن حالة لنعبر عن فكرة، عن شعور، عن رغبة، ما عن حلم. فبالتالي لما بمشي بهذا المعرض أنا بسمع أفكارهم، بحاول التمس مشاعرهم، أما مو بهاي الرؤية الضيقة أنه معرض سوري أو معرض ألماني. الفن ما له جنسية. ويطرح المعرض الذي انطلق تحت عنوان ألوان سورية اللوحات بعائد يصل إلى 4,000 يورو على أن يتم تخصيصها لمساعدة الفنانين السوريين. ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل. من بين مئات المعارض التي تشهدها العاصمة الألمانية برلين، يكتسب معرض ألوان سورية أهمية خاصة ويعكس اختلافا فريدا، كونه يخلد تراثا ثقافيا خرج من رحم الحرب ومن بين أنقاض بلد مزقته الحروب واختلاف الرايات. حذر رئيس ائتلاف الوطنية العراقية إياد علاوي من خطورة الجيل الثاني لتنظيم داعش الإرهابي، مطالبا المجتمع الدولي بتقديم المساعدة السياسية والعسكرية لبلاده في حربها ضد الإرهاب. قال علاوي إن العراق انتصر على داعش في المعارك العسكرية، لكن التنظيم لا يزال موجودا في ثنايا المجتمع العراقي، مضيفا أن الجيل الثاني من التنظيم يعتمد على تكتيك الضرب والاختفاء وليس على السيطرة على الأرض. قتل 4 أكراد في غارات تركية على حزب العمال الكردستاني شمالي العراق. ذكرت وسائل إعلام أن طائرات حربية تركية قصفت عدة مناطق شمال العراق من بينها جبال قنديل، وهي أحد معاقل حزب العمال الكردستاني، مضيفة أنه تم إلحاق أضرار مادية بتلك المناطق. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه إغلاق مفاعلين نوويين للطاقة النووية بشكل دائم بحلول عام 2020، وتم تعليق عمل 12 مفاعلا بحلول عام 2035، موضحا خلال كلمة له أنه سيتم غلق ما بين 4 إلى 6 مفاعلات قبل عام 2030. إن الطاقة النووية تسمح لنا اليوم بتقديم طاقة خالية من الكربون وبكلفة أقل، وهذا هو واقع، وبالتالي نحن سنعمل على وضع قواعد ناظمة لمجموعة المحطات النووية الموجودة، وبالتالي تلك الأقدم التي ربما تقف في عام 2025. أنا لم أنتخب بناء على برنامج يهدف إلى الخروج من استخدام الطاقة النووية، وأنا سألتزم بهذا الأمر فيما يتعلق بإيجاد مزيج للطاقة. شهدت العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المدن الأخرى حالة من الفوضى وانتشار أعمال السلب بعد الاحتجاجات التي نظمتها حركة السترات الصفراء. سادت العديد من الشوارع الحيوية في فرنسا حالة من الفوضى بعد وقوع احتجاجات تطورت إلى أعمال عنف بين الأمن والمتظاهرين الذين اقتحموا عددا من المتاجر الكبرى في البلاد. أكد وزير خارجية فرنسا جان فلودريان أهمية مكافحة انتشار الأسلحة الكيماوية وأهمية الوصول لتهدئة في أوكرانيا. تصريحات فلودريان جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في العاصمة الفرنسية باريس عقب جلسة المباحثات. من جانبه قال لافروف إن هناك عمليات ممنهجة لانتهاك حقوق الإنسان في أوكرانيا. وحول العلاقات بين باريس وموسكو أشار لافروف إلى أن فرنسا شريك تقليدي لبلاده، لافتا إلى وجود علاقات متطورة ما بين البلدين.
أؤكد بأن فرنسا بالنسبة لنا هي شريك دولي تقليدي. علاقاتنا الثنائية تنمو وتتطور، أخذنا بعين الاعتبار الاتفاقات المبرمة على أعلى المستويات. كما ذكر النظيري، السلطات في البلدين تلتقي بصورة دورية. في شهر مايو أيار زار الرئيس ماكرون بنى كأس العالم لكرة القدم، والرئيس بوتين من جانبه شارك. هل تسمعني السيد الوزير؟ هنا أريد أن أشير بأن هناك توجهات إيجابية في مبادلتنا الاقتصادية في عام 2018. يمكننا أن نتحدث عن نمو للتبادل بنسبة 20% في منتصف شهر ديسمبر كانون الأول. سيكون هناك لقاء اجتماع بالمجلس الاقتصادي والصناعي. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن مصير البحارة الأوكرانيين يعتمد على قرار المحكمة لا على موقف الكرملين، وأكد أن فرض أوكرانيا لقانون الأحكام العرفية من الشأن الداخلي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا يهدد بحدوث تصعيد كبير. قرر مجلس العموم البريطاني عقد جلسة خاصة للتصويت على اتفاق البريكست في 11 ديسمبر القادم. هذا وقد حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي من أن رفض الاتفاق سيفتح الباب أمام المزيد من الانقسام والشكوك، وردت على الانتقادات الموجهة إلى الاتفاق بالتأكيد على أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يلتزمان تماما بتسوية علاقاتهما المستقبلية بحلول يناير 2021. رفض الرئيس الأمريكي ترامب تقريرا حكوميا حذر فيه من انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية المناخ. يقول التقرير الذي أجري بناء على تكليف من الكونغرس إن تغير المناخ سيكلف الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات ويضر بصحة الإنسان ويدمر البنية التحتية، وأيضا يحد من وفرة المياه ويغير الخطوط الساحلية. قال ترامب للصحفيين إنه اطلع على التقرير لكنه استبعد حدوث ما خلص إليه من نتائج، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة من أقل الدول في الانبعاثات الكربونية حاليا. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الرئيس الإيراني حسن روحاني يزيد من عزلة الشعب الإيراني ويثير التوترات في المنطقة. بومبيو أضاف في بيان لوزارة الخارجية أن روحاني يحرض ضد الولايات المتحدة ويتخذ خطوات غير مسؤولة تزيد من عزلة إيران. أكد البيان أن النظام الإيراني ينادي مرارا وتكرارا بقتل الملايين بمن فيهم المسلمون، وأن الشعب الإيراني لا يتفق مع حكومته التي تمارس الاستبداد عليهم لفترة طويلة جدا. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية الخاصة بتنفيذ برنامج سكن كريم بما يسهم في تحسين البنية التحتية والمؤشرات الصحية والبيئية للأسر المستفيدة من المبادرة. جاء ذلك خلال متابعته للموقف التنفيذي للبرنامج. أفاد التقرير الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي بأن المرحلة الأولى للبرنامج بدأ تنفيذها في بداية العام الحالي،
وتستهدف بنهاية يونيو 2019 توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب وأسقف المنازل لحوالي 70,000 أسرة من واقع قاعدة بيانات الأسر المسجلة ببرنامج تكافل وكرامة بالمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر. بحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع الفريق مهاب مميش ومع ممثلي عدد من الجهات المعنية جهود تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. خلال اللقاء أشاد مدبولي بالمباحثات الحالية ما بين الهيئة ومجموعة موانئ دبي العالمية للانتهاء من تفاصيل إنشاء شركة تنمية مشتركة تساهم فيها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 51% وموانئ دبي العالمية بنسبة 49% لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة شمال غرب خليج السويس، مرحبا بالتفاهمات المبدئية التي تم الاتفاق بشأنها مع المجموعة. شهد وزير النقل هشام عرفات ووزير المالية محمد معيط إطلاق مسارات شركة مواصلات مصر على موقع جوجل، وأكد وزير النقل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتدعيم وتطوير وتحديث منظومة النقل الجماعي داخل القاهرة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق تكامل لشبكة النقل العام مع مترو الأنفاق في مصر. النهارده احنا بنهتم قوي، ودي رساله احنا بنحاول نأديها انا وبقدمها انا ومعالي الوزير، ان القطاع الخاص عنده روم او عنده مساحه غير طبيعيه في مصر. احنا سوق واعد جدا في هذا المجال، وما زلنا شرهين جدا لاستقبال الاستثمارات الخاصه بكل ما يخص النقل والمواصلات في مصر. احنا سوق ما بنتكلمش على القاهره بس، احنا بنتكلم ان شاء الله على القاهره، بنتكلم على اسكندرية، وبنتكلم على كل المدن الرئيسية اللي في مصر. دي نمرة واحد، ودي رسالة لازم تبقى واضحة وصريحة. النهاردة احنا بنتكلم مع شركة قطاع خاص نجحت في وقت قليل انها تكتسب ثقة العميل، تكتسب ثقة المواطن المصري في ان هو بيشوف خدمة مختلفة عن الخدمات اللي هو اعتاد ان هو. النهاردة احنا بقى دورنا ايه؟ احنا دورنا كحكومة ان احنا بالإضافة إلى احنا بنشجع الكلام ده، بس احنا يهمنا برضو في الآخر يحصل نوع من التكامل ما بين هذه الخدمة والخدمات اللي بتقدم من قبل الدولة. أنا أعتقد إن ده بيبعت كذا رسالة. أول رسالة إن هذا المشروع يعني شراكة تامة مع القطاع الخاص، وده بيؤكد رؤية الدولة في إنه الدولة متجهة إلى إنه التطوير والتحديث يعني يد بيد في شراكة تامة مع القطاع الخاص، وده احنا شايفين الدليل على هذا. نمرة 2، إنه أنت بتجيب التكنولوجي، ودي خليني أقول بمنتهى الأمانة احنا بنسافر دي أحدث تكنولوجي في العالم بنشوفها هنا في مصر، فأنت بتحاول أنك أنت تعوض فترات طويلة من أنك أنت متأخر عن التكنولوجي اللي في العالم. وزي ما شفنا يعني إطلاق الخدمة دي النهاردة معناها أن مصر تدريجيا بتخش في كذا عنصر من عناصر التكنولوجيا اللي هي بتحط مصر وبتخليها تتقدم في الترتيب بتاعها على مستوى العالم في تطوير الخدمات المقدمة. أعلن وزير المالية محمد معيط التوجه نحو التحويل الرقمي وتحويل المدفوعات إلى نقدية لتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري والتوجه نحو الشمول المالي. ادينا آليات أسرع لمتخذ القرار إنه بزراير، يعني كان الأول عشان أعزز له الموازنة إجراء طويل جدا، دلوقتي بالزراير بعزز له الموازنة، وبالتالي الراجل مش محتاج يستنى مني جواب ولا حاجة، هو يخش على السيستم هيلاقي الموازنة اتعززت، فبرضه ده ساعده في ان سرعة اتخاذ القرار وسرعة ان هو يعني ينفذ بسرعة. البيانات متاحة للسادة الوزراء، يقدروا هم بنفسهم بدل ما يستنى يطلع له ورق بتقرير، لا هو نفسه معاه الرقم السري يخش يشوف الدنيا فيها ايه من غير ما يقول لهم اكتبوا لي تقرير وجمعوا لي بيانات وقولوا لي الارقام عندكم ايه، لا الكلام ده خلص، هو يقدر يخش ويعرف الموقف بالنسبه له. هل قدرنا نحقق وفرات؟ ايوه قدرنا نحقق وفرات. ليه؟ لانه كان الاول بيقدر يتعدى البند بتاع الموازنه،
دلوقتي ما يقدرش ولا بجنيه لان ده الكتروني السيستم بيقفل عليه، وبالتالي اي تعدي للبنود او المخصصات ما عادش دلوقتي موجود لانه السيستم شايفه والسيستم هو اللي بيقفل عليه. الاول كان ممكن يطلع الاستماره والشيك ويروح ويتصرف، وفين بقى لما بتيجي تعمل الحسابات الختاميه تشوف ان الراجل ده تعدى، الكلام ده برضو وقف. طبعا شمول مالي لانه كل الجهات النهارده بقول له لازم يكون عندك يا اما حساب في البنك يا معاك كارت يا اما اي وسيله الكترونيه، فخلاص هو ما بقاش بياخد كاش مني، بياخد بطريقه الكترونيه. أكد بيان لوزارة المالية أنه تبقى شهر على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 70% من مقابل تأخير سداد الضرائب. في هذا السياق أشار وزير المالية محمد معيط إلى أنه عقب انتهاء الشريحة الثانية من مبادرة الإعفاء ستبدأ الشريحة الثالثة للإعفاء والتي تبلغ 50% من مقابل التأخير يوم 28 من ديسمبر القادم. كشف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الدكتور تامر مرعي أن المحافظة أنهت الاستعداد لاستقبال مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن مصابي فيروس سي والأمراض غير السارية بداية من شهر ديسمبر، موضحا أنه تم تدريب 90 فريقا طبيا في كل مدن المحافظة، حيث أن المستهدف بالبحر الأحمر يزيد على 280 ألف مواطن. احنا انهينا كافة الاستعدادات وانهينا تدريب الفرق. احنا عندنا المستهدف بتاعنا 281,123 مدربين 90 فرقة، 66 فرقة ثابتة و24 فرقة متحركة متوازعين على 24 مكان، مغطيين كافة مدن محافظة البحر الأحمر. كافة الاستعدادات أنهيناها، التجهيزات، المستلزمات. ختام هذه الجولة الإخبارية وهذه هي التذكرة بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يجري اليوم مباحثات مع ولي العهد السعودي بالقاهرة. دي ميستورا يؤكد مشاركته في محادثات أستانا القادمة حول الأزمة السورية. ماكرون يعلن إغلاق مفاعلين بمحطة للطاقة النووية بحلول 2020. للمزيد من الأخبار تابعوا الموقع الإخباري extranews.tv. شكرا جزيلا على كرم المتابعة.